بذكر انه كميل شمعون وزلفة كانوا من حبي الموسيقى الكلاسيكية، وكان دايما يقول اذا الله عطاني العمر وصلت على الحكم بدي اعمل مشروع كبير لبعلبك. بسنة 1955 مع جون مارشا سوسيتير دو لا كوميدي فرانسي عطيوا في قلعة بعلبك أربع حفلات، منهم لا غير دو تروا نورا باليو، أنتيغون دانوي، البيكوليك دو فيرجيل، إيبوليوك دو كورني. دعتني الست زلفة شمعون تطلع معها وأحضر هالحفلات ببعلبك، وحضرنا حفلة بوليوك وفعلا كانت عظيمة جدا. فلما رجعنا على القصر الرئاسي قالت للرئيس شمعون قديش كانت رائعة هالحفلة، فرأسا قال له هلأ عرفت شو بدي أعمل ببعلبك سنة 56، بدي أعمل مهرجان كبير يعرف العالم إنه في ثقافة وفي فن وفي سياحة بلبنان. سيداتي السارق، يسرني بعد ما سمعته وفي هذه الليلة أن أعلن أن مهرجانات بعلبك قد أصبحت من المؤسسات الرسمية كسائر مؤسسات الحكومة الرسمية التي تدعمها موارد خزانة الدولة، وأنني أأمل لأنه سوف لا تمضي سنوات قليلة إلا وتصبح مهرجانات بعلبك من المهرجانات العالمية كأكبر العواصم التي اشتهرت في المهرجانات من هذا النوع. مشاهدينا الكرام مساء الخير. بعيدا عن كوابيس السياسة وروائح النفايات المكدسة في الشوارع، بعيدا عن المناكفات والسجالات والخلافات التي لا نعلم كيف تبدأ ولا نعلم متى تنتهي، بعيدا عن واقع أقل ما يقال فيه أنه بات لا يحتمل ويدعو إلى اليأس والقرف والخجل، وبعيدا عن صراعات المنطقة والمحاور وحديث التسويات والصفقات، وبعيدا عن الفراغ الذي يتربع على عرش الوطن، بعيدا عن كل هذه الأجواء اخترت أن تكون العودة بعد عطلة شهر رمضان المبارك، وأن تكون بداية الموسم الجديد من الأسبوع في ساعة مباشرة من مدينة الشمس، من هياكل التاريخ العابقة برائحة المجد والحضارة وأيام العز الغابرة. بعلبك حيث المهرجان الأم، حيث مواسم الحنين الباقية في البال، وحيث التحدي، تحدي الزمن الصعب اليوم لكي يبقى للأجيال ذاكرة وحكاية ملونة بخيوط مضيئة. اليوم وعلى مدى ساعتين مباشرة من مدينة الشمس إليك يا بعلبك، حلقة تختصر الحنين إلى الماضي الجميل وتحدي الحاضر الصعب وفتح نافذة الضوء نحو المستقبل. حلقة مع مجموعة من الضيوف الكبار: رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية السيدة نايلة دوفريج، الشاعر الكبير طلال حيدر، الممثل رفيق علي أحمد، قائد الفرقة الفيلهارمونية اللبنانية المايسترو هاروت فازيليان، رئيس بلدية بعلبك الدكتور حمد حسن، والمخرج والكاتب نبيل الأذن. وخلال هذه الحلقة سيكون لنا اتصال مباشر مع المطربة الكبيرة ميادة الحناوي التي ستحيي ليلة من ليالي بعلبك هذه السنة. أيضا سيكون لنا روبورتاج مع الفنانة فادية طنب الحاج التي ستكون من نجوم ليلة الافتتاح، وكان المفروض تكون معنا الليلة ولكنها مسافرة خارج لبنان. أيضا سيكون عنا خلال هذه الحلقة مقتطفات لكبار
تحدثوا عن ذكرياتهم في بعلبك، كما شاهدنا في البداية السيدة مي عريضة. هذه المقتطفات مأخوذة من فيلمي سنوات الضوء إخراج جون كيروز وفيلم بعلبك 50 سنة للمخرج فيليب عرق تنشي. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم جميعا، ست نيلة، استاذ رفيق، استاذ نبيل ريس، استاذ هاروت، واستاذ طلال حيدر. بدي أبدأ من وحي المقدمة يلي بلشت فيها أنا، لأسأل الشاعر الكبير طلال حيدر، يلي أنت معروف بصرختك وبصوتك العالي. نحن اليوم بقلعة بتذكرنا بمواسم العز، بتذكرنا بلبنان الأخضر الحلو، بلبنان قطعة سما. بس اليوم إذا منطلع على لبنان منشوف أنه صورته مغايرة تماماً لكل هالأوصاف، يعني الزبالة بالطرقات، أهل السياسة مختلفين ببعضهم، الفراغ، الوضع السياسي، الخلافات. اليوم طلال حيدر الشاعر والمواطن اللبناني شو بيقول؟ والبعلبكي شو بيقول لما يشوف هالوضع وهالمشهد؟ شو بيقول للسياسيين؟ شو بيقول عن صورة البلد؟ الحزن ما بيرد الدنيا مثل ما كانت، ما بيرد إلا الفرح. ما فيك تغلب الحزن إلا بالفرح، ولذلك كل هال اللي مرق علينا وحوالينا الحرايق حوالى لبنان والقلق اللي فينا، ما حأذكر النفايات لأنه بتقرف، ولا حأذكر السياسيين لأنه ولا مرة هن اللي ساهموا بمجد لبنان. ساهم بمجد لبنان الفنانين يلي بيضلوا يكتبوا المستقبل بإيديهم، مش بيلعبوا بالحاضر ما بيعرفوا لوين بدهم يوصلوا. بعلبك مش مهم مين اللي أسس المهرجان، مش مهم شو اللي صار، اللي بعلبك مش هني كتبوا مجد بعلبك، بعلبك كتبوا مجدهن عليها. اجوا الرحابنة وكان فيروز عم توديهن لآخر الدنيا، فيروز كتبت مجدها على دراج بعلبك. وديع وصباح اجا بعدين كراكلا، كراكلا كمان كتب مجده على دراج بعلبك. بعلبك بالنهاية مش بس الحاضنة، هي كان النافذة. إذا كان لبنان هو أهميته بأنه النافذة للشرق المفتوحة على الغرب، كان بعلبك هو الشباك اللي عم يطلع لبنان على كل العالم. أحكي عن ذكرياتك الحلوة ببعلبك وأنت ابن بعلبك، بس بدي أبقى أنا بنفس الإطار اللي بلشت فيه، رفيق علي أحمد الممثل الثورجي ويلي شو خاطرك مسرحياتك فيها ثورة إنسانية وفيها أنت ممثل ثورجي. شو بتقول اليوم هيك لما بتطلع بهالوضع اللي عم نعيشه وعم بتطلع عليه من خلال عملك ومن خلال العالم هيك، المناخ الفني والإبداع اللي أنت عايش فيه، وبتلاقي هالواقع اللي عم نعيشه، واقع السياسة، واقع الوضع بالبلد، واقع كل شيء؟ يعني جبران عنده كلمة أنه بيقول لو كان نفسي طويل وصوتي قوي لما لقت الدنيا بآهن وألف آه. ما فيك تقول إلا آه وآخ على اللي عم بيصير ببلدنا وببلادنا. منيحة، مش بس آه، آه وآخ. آه وآخ كمان. وآخ على اللي أهم عم بيصير. شيء الآخ للأسف الشديد ما بدي نظر، وإذا بتقلي أنه أنا بمسرح ثورجي، لا أنا عم بعمل دوري مثل زيز القصب. زيز القصب بيغني بالصيف، ولما اجا بالشتاء قال لهم للنملات عطوني بدي اكل، قالوا له مثل ما كنت ترقص بالصيف بتغني بالصيف، روح ارقص بالشتاء. فتاني سنة وقت اللي اجوا وصاروا يشتغلوا قال ما بقى بدي غني انا، احسن ما اتبهدل. فقاموا لي انه حسوا صاروا يتعبوا بهالشغل هون النملات، قالوا يا عمي ليش عم نتعب. بعدين اكتشفوا السر انه الصرصور لما كان عم بيغني كان عم بيريحهم بلا ما يحسوا، عم بيلتهوا ما عم بيحسوا بالوقت. والفكر والفن والفنان والمبدع هيدا دوره، دوره ان يكون، ان يرى الحقيقة، ان يحسها، يستشعرها. بس انت بتحط الاصبع على الجرح عادة باعمالك وبكلامك كمان. اليوم بحزنك وضع البلد اللي نحن فيه؟ بتحس بخيبة؟ بتحس انه الوضع السياسي، الوضع، الخلافات، بتشعر بغصة تجاه الواقع؟ بس بشعر بغصة
تاريخية إذا على مستوى بلدنا الصغير يعني. بس ما ننسى نحن أنه هذا الحريق اللي صاير حوالين، وكتر خير الله أنه بعدهم هلأ، أنه يمكن لأنه نحن ضرورة إقليمية أنه يضل لبنان مستقر. الجميلة مش للسياسيين أنه وضع لبنان على ما هو عليه، الجميلة للظرف يعني، للحظ. بقول أنا كلمة اللي قالها هلأ الأستاذ طلال، مش مهم مين اللي أسس مهرجانات بعلبك، يمكن، بس المهم مين هو السياسي اللي عنده رؤية، مين هو السياسي ببلدنا اللي عنده إيمان بوطنه، اللي عنده إيمان بالإنسان. حتى ناخذها من الآخر، هؤلاء السياسيين، ولنقولها بتقلي بتقول الإشياء بأسمائها، 14 و8 كلهم كذابين، والزبالة اللي تفضلت فيها هلأ من الأول هي مش مسألة سياسية، هي مسألة بورسنتاج. قرطة حرامية عم ينهبوا هالبلد، بيسرقوا هالبلد، وما حدا لا بيقدر الفكر ولا بيقدر الفن ولا بيقدر الإنسان. يعني ما عم بتراعي الجيرة يا أستاذ رفيق، يعني جارتك الست نايلة. أنا جارتي الست نايلة قاعد أنا وياها، هي وزير السياحة، ما دخلني. أنا بهمني أنه الست نايلة رغم كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية أصرت وتعاونت مع رئيس البلدية والقوى السياسية حتى ترجع وترجع الصورة الحقيقية للبنان، لأنه لبنان هو هذه الصورة الحقيقية من الفكر والأدب والفن. لكن هذا رح نحكي مع الست نايلة عن كل هذه الصعوبات، بس قبل رئيس دكتور حمد، يعني عم نحكي عن الوضع بشكل عام. دايما ينظر لبعلبك أمنيا وسياسيا بركي، لأنه بعد المسافة عن العاصمة، وبسبب الظروف، ظروف المنطقة كمان، وقربها من الحريق السوري إذا بدنا نقول، أو من الأحداث السورية، دايما ينظر ببعض الخوف أو الحذر. اليوم شو بتقول أنت للناس اللي عم بيسمعونا وعم بيشوفونا عبر الشاشة؟ ونحن اليوم اسمح لي بعد رئيس البلدية كمل، لأني أنا بعلبك أكيد. أكيد. شرف. تفضل رئيس. أول شيء بدي اسمحوا لي يعني رحب باسم أهالي مدينة بعلبك، وباسم مجلس بلدية بعلبك، وباسمي بضيوفنا اللي هن أهل بعلبك. ونتشكر نيو تي في على بث للسنة الثانية المتتالية هاي الحلقة مباشرة من المعلم الأسري، لما له من إيجابية ورسالة معنوية كتير مهمة لدى جمهورنا والجمهور اللبناني وجمهورنا العربي. لجنة المهرجانات ما قصرت، ست نايلة ما قصرت، اللي مشاركين بأول احتفالية إليك يا بعلبك، هي هدية كبيرة لبعلبك، هي هدية كبيرة لأهالي المدينة وللوطن، ونحن بنعتز فيها. الأستاذ رفيق أشار أنه نحن بعين العاصفة، صح، ولكن ونحن بعدنا خارج المعادلة، بس ما بدنا نقلل ونصغر من تضحيات اللي مخلينا نحن هلأ قاعدين. جيشنا الوطني والمقاومة اللي حقيقة للسنوات مضت كان في رهان بصير في مهرجانات أو لا، هاي التضحيات هي اللي خلت يصير في مهرجانات. الكل تعاون الجميع وإصرارنا وإصراركم على أنه لبنان هو رسالة حضارية ثقافية فنية مقاومة ثقافية على طراز حضاري، نحن منعتز ومنفتخر بهذه الرسالة، ونقول للجميع نحن بأمن وبأمان يعني إن شاء الله. يعني عطفا على سؤالي، يعني أنت بتطمن الناس أنه بعلبك مثل باقي المدن والمناطق اللبنانية، يعني ما في شيء بيخوف؟ حقيقة بعدين ما فيها ريحة زبالة حسب ما حسيت. شو كيف تعملوا، شو عم تعملوا هالكم يوم؟ هلأ هون نحن ما عندكم سوكلين هون بموضوع النفايات. نقطتين كتير مهمين. أول شيء عنا مطمر تاريخي للأسف، ولكن هو معلم أسري، ولكن توصلنا مع الاتحاد الأوروبي ومكتب التعاون الإيطالي أنه نوصل إلى افتتاح قريب جدا لمعمل فرز نفايات حضاري. حلو. بمدينة بعلبك، وقريبا إن شاء الله منوقع مع معالي وزير الدولة للشؤون الإدارية التنمية الإدارية. نعم. وزير البيئة، إطلاق الأعمال قريبا بهذا المعمل. فبيئيا نحن تحت السيطرة. نعم. وإن شاء الله بتعاون الجميع. استاذ طلال، كان عندك شيء بدك تضيفه قبل ما اسأل الست نايلة؟ مش لحتى طمن العالم، مفروض يكونوا مطمئنين. اتصلت بقيادة الحزب اللي بيخافوا منه. بيخافوا منه. قال لي أنا مين بخاف منه؟ يعني الوهم. 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 قال لي المسؤول حرفيا، قال لي ازدهار بعلبك ما
مهرجانات بعلبك وكل حركة بتعيش المدينة وبتحيي فيها ثقافة وحياة، هذا من أهدافنا. شو مطلوب مني؟ هو تلميذي كان. شو مطلوب مني لساعد؟ كان على فكرة كان تلميذ شاطر ولا لا؟ والله كان تلميذ نبيل دليل، استلم مسؤولية نبيل. أنه شو المطلوب مني؟ قلت له ما مطلوب شيء، مطلوب بس إزالة هذا الوهم. قال لي بدك اطلع على التلفزيون، بدك قول لهم انه، قلت له لا انا رح اقول عنك، يا كل اللي عم يسمعونا، كل بيت من بعلبك بيجي مفتوح له، بينام فيه وبيرحب فيه، وبيجي بتاريخها بعلبك ما نسمع فيها ضربة كف لحدا اجا، بالعكس بيننا وبين العالم ما منقول ضربة حجر فشخة، منقول ميلة غصن، لانه ولا واحد اجا بعلبك إلا ما فرح الناس وفرحوا فيه. نعم. هذا الوهم بالخوف من بعلبك دعاية، بكرة بس يجوا على المهرجان بيشوفوا زلغيط الفرح اللي عم توصل لكل الدنيا. نعم. ست نايلة دوفريج، حضرتك رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك، بنعرف إنه السنة الماضية حفلة وحدة عملت بالقلعة اللي هي حفلة عاصي الحلم، وبعدين اضطريتوا تنقلوا باقي المهرجان لأنه صارت وقتها معركة عرسال وخطفوا الجنود يلي بنتمنى عودتهم سالمين قريبا، واضطريتوا تنقلوا باقي الحفلات الى بيروت. والسنه اللي قبلها بال 2013 من الاساس انعمل بخان الحرير بالجديده، من الاساس يعني كل الحفلات يعني حفلات، بس لانه نحن كنا عاملين برنامج ببعلبك، كنا عاملين الحفله ببعلبك، وقعوا قذيفتين مش بعيده مش بعيد عن القلعه ونجبرنا نقلتون على بس اللي بحبهم وضحوا. انا اللي بدي اساله انه السنه المهرجانات رجعت على القلعه وان شاء الله كلها بتمرق بالحفلات بقلعه بعلبك، اللي بدي اسالك اياه الى اي درجه كان في تحدي عندكم، الى اي درجه كان صعب التحدي انه اقامه المهرجان بالقلعه ومثل كل سنه؟ هلا لازم تعرف انه كل سنه نحن بننسى شوي المشاكل السياسيه، لانه وقت بنحضر مهرجان بنكون عم نحضره قبل بسنه وقبل بسنه ونص، يعني مش انه عم نمضي عقود اخر تكه. وقت بنحضر مهرجان بنقول رح نكون ببعلبك، يعني من اول فتره ما بنفكر انه يمكن رح ننقل او يمكن رح نكون بغير موقع. وكل ما قربنا على تاريخ المهرجان يعني على الصيف بنبلش نسأل، وعندنا مواعيد مع القوى الأمنية تنتأكد أنه فينا نكون ببعلبك. هذيك السنة من سنتين مثل ما قلت لك جبرنا آخر تك ننقل على بيروت على البشرية بخان حرير جميل جدا، يعني الكل بيعرفه. هذيك السنة كنا ببعلبك وبلشنا ببعلبك، انت عم بتقول انه ليلة واحدة بس اني كانوا ثلاث ليالي مش ليلة واحدة، لانه كان في ليلة لأهالي بعلبك لمدينة بعلبك، وكان في ليلتين لحفلة عاصي حلينة مع 100 شخص على المسرح. يعني بفتكر انه كان يعني افتتاحية كتير مهمة. وعلى كل حال كان عندنا حلقة كمان السنة الماضية من القلعة، بعدين الظروف جبرتنا نترك ونجبرنا ننقل بعض الحفلات ونلغي بعض الحفلات. قديش هالسنة ما بعرف، مثل كأنه قلبنا حسسنا انه رح نكون هون 100%. أكيد. ووقت عملنا هالعمل إلك يا بعلبك، يعني عمل ما بينعمل غير ببعلبك. أكيد. يعني مثل ما عم خبرك إنه نحنا عملنا ونشأنا هالعمل مطمئنين، وإن شاء الله نهار الجمعة رح نحكي عن هالعمل بتفاصيله مع المخرج الأستاذ نبيل الأذن ومع المايسترو هارود فازليان ومع الأستاذ رفيق ومعك كمان وباقي هيدا. بس قبل بدي أسألك، حضرتك رئيسة لجنة مهرجانات وحضرتك كمان من بيت سياسي، يعني أخوك وزير السياحة الوزير ميشيل فرعون اللي كمان من حيي، لأي درجة أنت عم تتعاطي بعالم الثقافة والفن والإبداع والسياحة؟ لأي درجة هالصورة الحلوة بتهتز بسبب الخلافات والأوضاع السياسية بالبلد؟ لأي درجة بتأثر هالأوضاع على هالصورة الحلوة؟ مثل ما عم بتقول أنا من عائلة سياسية من زمان، يعني من أيام بيي كان وقتها وزير بيئة، وبيكون هلأ عم بفكر بالوضع الموجود ولا عم بيصير، لأنه بتذكر أنه مشكلة النفايات كانت من وقتها، يعني عم نحكي بالتسعينات.
بس صراحة وقت نحن بنشتغل للمهرجانات ما بنفكر بالسياسة، يعني بنشيل كأنه بصير إنه بننسى شوي السياسة ومنركز على تحضير المهرجانات، لأنه الواحد إذا بده يفكر بالسياسة ببطل يقدر ينظم ويفكر بالمهرجانات. نعم. نحن إنه ماشيين بفتكر نعم. إنه ضروري إنه نفصل الاثنين. أستاذ نبيل، وبعدين بحب حدد إنه صراحة وجود خيي بوزارة السياحة بيساعد، لأنه وقت بيكون مشغول بالي على الشيء بقدر أحكي بسهولة وعم بيطمنك؟ عم بيطمنك؟ أكيد عم بيطمنك. أستاذ نبيل الأذن، لأي درجة بتحس أنه بعلبك ومهرجانة وسائر المهرجانات الدولية بلبنان هي اللي بتعطي الصورة الحقيقية عن البلد، وهي اللي بتعمل تحدي لصورة لبنان رغم كل ما يجري؟ يعني بفتكر لك يا بعلبك إحدى هذه التعابير يلي بتشكل دايماً وقفة صمود فني ثقافي ببلد مثل ما عم بتحكوا. يعني أنا عايش برا مثل ما بتعرف، ما يمكن ما إلي كتير حق أحكي يعني عن السياسة الداخلية، ومش راح أتدخل بالسياسة الداخلية، بس المشروع المضمون السياسة تبعه واضح شو هو: تضامن، تعددية. ما بعرف إذا كل المهرجانات بيشتغلوا على حفلات فيها مضامين من هالنوع، بس بيكفي إنه يكون في يكون في مهرجانات، يعني في شعلات ضوية، في أضوية، في ضوء عم بيطلع من هون ومن هون ومن هون، واللي هو ضد التعتيم بالنهاية، وهيدا أهم شيء. يعني نحن الفنانين شو عنا نعمل غير إنه نحمل هالشعلة شعلة الإبداع ونكمل المسيرة؟ شوف من لمكان، شايف هالمكان؟ نعم. الإنسان بني، مش الآلهة بنته، الإنسان. شوف هالحجرة اللي وراك، مين كيف حملوها وحطوها هون؟ شغلنا نحن، أكيد ما عنا القدرة إنه نحمل هيك حجرة، بس إن عنا القدرة إنه نركب عمل فني، عمل ثقافي، وراح نحكي عنه بتفاصيل. أستاذ هاروت غزليان، طالما الأستاذ نبيل الأذن عم يحكي عن التاريخ وعن اللي عمروا هالمكان، خطر على بالك شي مرة إنه تتمنى لو أنك عايش بزمن غير هذا الزمن وغير هالأيام هيدي؟ تعرف أنه غريب هيدي، يمكن عم نحكي كل مرة بتلعب علبك، وإذا كمشاهد أو عم بشتغل هون دايما بحس أنه بدي طلع لفوق، ما بعرف ليه عندي هالحساس أنه هالكوزموس هالشي غريب يلي بزي هالأنرجي يلي موجود هون، وما فينا نقول ما فيه موجود. وقت يلي كنا عم نحكي مع ست نايلة قبل سنة ونص يمكن، قالت لي إنه في هيك مشروع، شو رأي؟ قلت لازم نعمله، ونعمل ببعلبك ولازم. ونحن أنا كتير أول شيء فخور ومبسوط إنه أنا هون، عم نعمل شيء تاريخي. ورسالة تبع هالمهرجان اللي عم نعمل هالسنة كتير قوي، أقوى من كل شيء اللي كنا عم تحكوا. هيدوليك بيمرقوا، بس هاي الرسالة يلي منفجر. شو هي هالرسالة؟ كيف إذا بدك تختصرها بفكرة معينة، شو هي هالرسالة برأيك؟ أنه عم تفرجي أول شيء الكولتور، الفن الثقافي، هي وجه البلد يلي بتفرجيه، مش غير شيء، مش السبور. هو نحن عم نفرج لكل الناس برات لبنان، مش بس باللبنان، برات لبنان، أنه نحن عنا هالشغل. واللبنانيين يعني العمل هي كلهم للمؤلفين اللبنانيين، والأوركسترا في الهارمونية، وأنا اللبناني، كل هالشغلة كتير كتير ضروري. هيدا الرسالة تبعنا. نعم. هكل حال رح نحكي عن السياحة ببعلبك مع دكتور حمد، وعن أهمية بعلبك بالخارطة السياحية اللبنانية وبالشرق كله، يعني أهمية قلعة بعلبك وتاريخها. رح نحكي عن عملكم، ورح نحكي عن سائر الليالي اللبنانية، رح نحكي عن ذكرياتكم أيضا ببعلبك. والأستاذ طلال يمكن مخزون هذه. أنا إذا سألت الأحجار بيعرفوني أنا وصغير. بتتذكر أول مشهدية مطبوعة ببالك من مهرجانات بعلبك شو كانت؟ كان في صوت عم يقول لبنان يا أخضر حلو، وبعده الصوت اللي طلعت فيه أحجار جوبيتير وغنت للبنان بهداك الوقت. بعده هداك لبنان ما بيموت، لبنان مثل طير الفينيق، يا ما مر علي
حروب وأعاصير، واحد بيرجع بيطلع من رماده، بس اللي بيطلعوه من رماده اللي بدهم الحياة، إرادة الحياة. يعني لجنة المهرجانات بقلب هذا الحريق اللي عم يشتغل بالعالم العربي يضل في إرادة حياة وينعمل احتفالية ولا بعلبك. بس أنا عندي اعتراض صغير، أنتوا حاصرين بعلبك بالقلعة. لا، القلعة مش بس القلعة بعلبك، مع الأسف كان بالزمان يجوا على القلعة ويحملوا حالهم ويفلوا كأنه مطرح منفصل عن المدينة. بأصيلة مثلا بالمغرب مهرجان أصيلة، أهل البلد كلهم هن شركة بالمهرجان. بعلبك مش بس الحجار، مش بس الإيدين اللي أخذت 250 سنة لعمرت اللي شايفه هذا الهيكل بين باخوس وفينوس وجوبيتر. بعلبك هي الناس، هي الأهالي. هالخوف أو الوهم اللي شائع إنه منيجي عبعلبك منحضر العشائر، العشائر قتلوا فرنسوي، قتلوا أتراك، ما قتلوا وفتحوا بيوتهم ومعاجن الخبز تبعهم لكل واحد الأهلة وتفضلوا. هذا أكبر شعار للبعلبكية، وأنا باسم البعلبكية بقول لهم لك أهلا وتفضلوا لهون، أنا ببيع تيابي وبستقبلكم على لا. هيدي ريس، هيدي أكبر دعاية لبعلبك. أستاذ هاروت، هاي حقيقة. هاي حقيقة. بحب أقول إنه الريس وأستاذ طلال كانوا عم بيحكوا إنه هن من بعلبك وبعلبك ما في شيء، بس أنا ماني من بعلبك. بس وأنا كمان بدي أقول إنه عن جد ما في شيء بعلبك، إنه كتير مأمن ونحن طلعنا اليوم مبسوطين. وأنا عم شوف أي وقت بدنا نطلع على المسرح وطلعين الأوركسترا بعد بكرة، يعني في أمن كتير وعن جد ما في شيء هون. على كل حال نحن بنتمنى إنه موسم المهرجانات اللي بده يبلش نهار الجمعة ما هيك، وقبل منا في ليلة البعلبكية، يكون موسم عامر. أنا قبل ما تابع الحديث معكم خليني أتوقف، طالما كنت عم تحكي أنه أول مشهدية لبنان يا أخضر حلو، بدي أتوقف مع كمان مقطع عم تروي فيه السيدة مايا عريضة بداية الليالي اللبنانية، طالما نحن رح نحكي عن إليك يا بعلبك اللي هو عمل ضمن الليالي اللبنانية في بعلبك. عم تروي عن بداية الليالي اللبنانية ويلي كانت لبنان يا أخضر حلو أول إطلالة للكبيرة فيروز، السيدة فيروز، على أدراج معبد جوبيتر بأول ليالي لبنانية سنة 57. خلينا نسمع بعد منها فاصل إعلاني ومنتابع الحديث معكم. المكان مليء جدا بالمشاهدين، وبعتقد يعني للمرة الأولى حشد كثيف بهالشكل في الليلة الأولى. يلي أسس مهرجانات بعلبك هو الرئيس شمعون، بس يلي أسست الفولكلور اللبناني هي الست زلفة شمعون. وطلبت الست زلفة وقتها من حبيب أبو شهلة يلي كان رئيس المجلس يتصل بالأخوين الرحباني حتى يحضروا للسنة 56 مسرحية غنائية تكون مثلا عرس بالضيعة. ولكن الرحاب اللي جاوبوا انه بدهم يكتبوا وبدهم يلحنوا، بدها تاخذ معنا وقت، معناتها انه ما وصلنا على 56 العمل الفولكلور اللبناني يلي كنا نسميه فولكلور لبناني بالسنة 57 بافتتاح مهرجان بعلبك. وطلعت فيروز عم بتغني لبنان يا أخضر حلو على أدراج جوبيتر. لبنان يا أخضر حلو، عطلة يا حكاية القلب وحنين قتلوني 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 عيون السود. مرحلة تاريخية لقفزة الفنون العريقة في لبنان بواسطة أبطال أنا وغيري، يعني
الرحابلي والله يرحمه زكي النصيب كان معنا، كان شاركنا، كان استاذ كبير وكان صديقي، ملحن كبير، ملحن محترم، والرحابلي مجتهدين طبعا احنا، وروميو لحود كان كمان قفز قفز كبير، فعملنا مهرجانات بعلبك بتبيض الوش للتاريخ يعني. إذن منتابع سوا هذه الحلقة مباشرة من قلعة بعلبك مع ضيوفنا الأستاذ صلاح حيدر، المايسترو هارود فازيليان، الدكتور حمد حسن، المخرج نبيل الأذن، الأستاذ رفيق علي أحمد، والست نايلة دفرج. عم نسمع سمعنا شهادة الفنان الكبير وديع الصافي، ذكرياته، مقطع معين كان سبق وتسجل معه عن مهرجانات بعلبك. مشان هيك أنا بدي أفتح الباب حتى أحكي شوية ذكريات معكم قبل ما نحكي عن عمل إليك يا بعلبك، وبدي بلش مع رئيس البلدية. تفضلوا. أهلا وسهلا. يمكن الأصغر سناً بين الضيوف، بس ما تزعلي ست نايلة. بالعكس أنا بعده شاب. بقى سؤالي لإلك، حضرتك ابن بعلبك وهلا رئيس بلدية بعلبك، بس ملحق شيء حتى انت وهيك صغير، ملحق شيء مره تشوف المهرجانات قبل الحرب يما لا ما عندك ولا صوره او مشهديه معينه عن هذيك الايام؟ فتره الحرب، لا بعد الحرب الاهليه حقيقه مثلنا، مثل كل اولاد بعلبك، مثل كل اهل بعلبك، كان بس يكون في مهرجانات هي عيد للمدينه، وهي الكل مثل ما تفضل استاذ طلال، كل الأهل المدينة مشاركين بهذا العيد، هي رسالة ثقافية، وبالتالي كنا نزمط طبعا خلال الدراسة الثانوية والجامعية برات لبنان، ولكن بعد الحرب الأهلية صار للأسف هذا الانقطاع اللي مرق كلنا تأثرنا فيه كجيل، ولكن هلأ عم نرجع، كنا نتطلع إلى إعادة هداك زمن العز، وأنه تكون مش بس فترة الاحتفالات أو فترة المهرجانات هي الآمنة واللي فيها هيك شوية رخاء أمني، لا نتمنى نحن أنه انطلاق المهرجانات هو مؤشر إيجابي للأمن اللي حقيقة نحن عم ننعم فيه، واللي نحن عم نلمسه من زيارة من الزيارات الدبلوماسيين كتار، واللي نحن من خلال البرنامج ومن خلال هالحلقة منقول بزيارة السفير الفرنسي مش من زمان أسبوعين ثلاثة، تجول بأسواق بعلبك وإجا زار الموقع الأثري، وكمان قال حرام مش حرام هالإرث، مش حرام هالمعلم يكون خالي من السواح. حاك الحال خلال الحلقة رح بيكون في روبورتاج عن أعداد السواح، وقديش يعني مدينة بعلبك وقلعة بعلبك تستقطب أكبر نسبة من السياح اللي بيجوا بيزوروا لبنان. بس خليني أبقى بإطار ذكريات المهرجانات. ست نايلة، اليوم أنت رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك، بس إذا بدك ترجعي تسترجعي أول صورة لإلك شفتيها ببعلبك، يمكن أنت وطفلة، أنت وصغيرة مع أهلك، ما بعرف، تذكري شو بتذكر. أول مهرجان حضرتي؟ أكيد كان مسرح فرنسي، بتذكر كان عمري 10 سنين، وأهلي عطوني الكتاب تأدرس النص يعني تقدر افهم، تقدر تفهم شو عم بيصير، لانه كان وقتها نص لكورني منه كتير هين، وكان كنت صغيره ووصلت على بعلبك، وانا كنت معوده نام بكير يعني اكيد الولد بينام بكير، وعم عم بحارب يعني عيوني بدهم يتسكروا مش قادره بدي اخليهم يعني ضلي واعي وضل واعي، وبتذكر لحديت هلا يعني انه اكيد شغلي كانت كثير مهمه، ويمكن اثرت علي كثير بالنسبه لكل حبي للفن وللادب وللموسيقى وبعدين عده مرات طلعت على بعلبك. اكيد طبعا، بس اول مشهديه كنا مصيفين بسوفر، وكنا نجي كان قريب لكم، وقت وصلت وتعرفت على جوزي كمان قربت اكثر على المنطقه لانه هو ابن البقعه يعني ابن البقعه. نعم استاذ رفيق، بدي ذكرياتك على نقطتين، اول شيء كمشاهد، امتى اول مره زرت بعلبك وحضرت المهرجان وشو كان وشو انطبع ببالك، وثاني شيء اول مره انت وقفت على خشبه بعلبك. اول مره انه يعني بدي اعتذر
هيئتها كثير بعيدة صارت. لا تأخرت لجيت. شو؟ إنه يعني ما كان في إمكانية في ذلك الزمن، مع إنه أول موعيت أنا وفي عندي هذا ما يسمى بالموهبة والشغف، فكنت أهرب وإجي بالبوسطة على بيروت لأحضر مسرحيات معينة يعني، وأرجع بالبوسطة على الضيعة. بعدين أنا أساساً كوني فلاح وما بعرف، وما عندك أهل يهتموا ينموا لك إذا عندك موهبة معينة، وإذا بدك يعني كمان إذا عندك موهبة معينة بيحاولوا إنهم يقضوا لك عليها. إف كمان إيه ليش؟ لأنه الموسيقى والرسم والرقص والغنى مش ما بيطعمي خبز، إنه كمان هذه من شان النورة يعني، إذا بدك بدك آلة موسيقية هذه للنورة إنه هاي. فتأخرت بعدين، إنه أول شيء لقيت إنه الرقص، أنا رائس مني يعني، كان صوتي حلو كنت أرسم حلو، بس إنه أنا رائس، فصاروا يطلعوا شباب من كاراكلا يدربونا في النبطية وبرزت كراقص على مستوى النبطية. بعدين كان في شاب يدربنا اسمه حسن بدر الدين، وكان يرقص مع كاراكلا، وقال عزمونا على معلبك. نحن على الجنوب من إلا معلبك. معلبك معلبك؟ ايه بالميم؟ نحن بنقول أهل معلبك. ايه عرفت شو؟ فجينا وشفت بهيدا كل هيدا الشغف المشحون انت فيه، اللي فيك جوا فنان ومش عارف كيف بدك تطلعه بأي وسيلة، إذا بدك لا هو رسام لا هو رائس لا هو ممثل، وآخر شيء أنا بدي أعمل رائس. فجيت لهون ويمكن شفت سهرة حب يا طلال، قصيدة حب. قصيدة حب. قصيدة حب بهاي، وشفت الشباب كيف عم بينطوا على الدراج وكيف ووديع وما بعرف مين كان. فبعد هيدي الصورة يعني إذا بدك كيف بينقال إنه بعلبك بتدون كل الأشياء، كيف بتقول إنه بعلبك مثل ما قال طلال في ناس بيمجدوا بعلبك، بس مجرد ما يوقفوا على حجارة بعلبك بتمجدهم. هذا التاريخ اللي بين ضفتين، بين الآلاف السنين من القديم وبين المعاصر، هذا السحر اللي موجود في هذا المكان. مش بالصدفة الآلهة اختاروا هذا المكان لحتى يبنوا معابدهم بين مزدوجين، إنسان بناها، بس حلو كتير الأساطير كمان هي اللي بترسخ وهي اللي بتبقى وبتعمل فصار هيك هالي حوالى صار هذا الحلم إنه هل هذا القروي ابن الضيعة تستطيع يوما من الأيام إنك أنت تشبح وتركض على هاد الدراج؟ إيه أنا من الأحلام التي تحققت من هذا الولد اللي كان عم يتفرج، مش ولد يعني، كان كمان عمري شي 22-23 سنة، كمان كان هيك إنه بمحل من المحلات أول مرة دعاني كاراكلا عبد الحليم من شان قول نص مش انه ارقص، بس بما انه انا في رأس عتي من ورا ظهره رقصت. علموني الشباب هون 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 على هذا المحل. عرفت هيدي سنه بعد الحرب الاندلس المجد الضاهر، سنه 97 اللي انا كتبتها كذا طلال، وبعدين بليله قمر. يعني هيدي سنه 97 وقت رجعت مهرجانات بعلبك، بس بتذكر وقفت هون على هذا المحل. شو عملت؟ عم برقص معهم للشباب رقص، ومرات كون على الطرف ومش كتير ممرن بالكوريغرافي وكذا، فاللي حد يقول لي روح على اليمين روح على اليمين، انا اروح على اليمين. هلا شوي تاني لو في هيك موسيقى كنا بقول لك قوم. لا احنا وياك من ورا ظهره، هو مش منتبه المخرج. اعتقد اني راح غشه وراح ارقص، ما بقدر. استاذ نبيل الأذن، قبل ما اسالك عن عمل إلك يا بعلبك بدي ابقى باطار الذكريات. حضرتك كتبت كتاب عن سيره وتجربه السيده مي عريضه الرئيسه الفخريه للجنه مهرجانات بعلبك ومن مؤسسات اللجنه، وكان كتاب جدا غني باسلوبه بمعلوماته بالصور وبكل هذا التاريخ. بس انت علاقتك الشخصية ببعلبك كيف بلشت؟ شو كانت اول مشهدية شفتها؟ كان عمري 21 سنة، كنت بجامعة اليسوعية عم بدرس علوم سياسية وما إلي علاقة بالفن
ولا بس ان شاء الله يكون الصوت منيح لانه الاستاذ نبيل برد شوي ولبس ما بعرف الميكرو اذا بعده طالع ولا لا. شو يا شباب؟ شو يا شباب منيح صوت؟ ماشي حاله؟ ايه ماشي حاله. تفضل. 21 سنه بالجامعه اليسوعيه عم بدرس علوم سياسيه، اذا ما لي علاقه بالفن ولا بالمسرح. مع بعض الاصدقاء قطعنا بطاقات تنجي نحضر موريس بيجار عم بيقدم روميو جولييت. وقررنا انه نجي بالنهار نتمشى بهالقلعة ونستفيد من النهار كله ببعلبك ومن سكان بعلبك قبل ما نحضر العمل. بعد الظهر عم نتمشى بهالقلعة هون بمعهد باخوس جوا، وقعت على موريس بيجار عم بيعمل آخر تمرينة قبل العرض، قبل عرض المسرح. كان فوق يعني على هالدراج بهيدا هون اللعبة، هون هون لعبت، هون لعبت وينزلوا على هذا الدرج. جولييت هون كان. نعم. فقعدت هون الأصدقاء كلهم راحوا وأنا بقيت شي ساعة ساعتين هيك لتخلص التمرين عم بتفرج على هالراقصين وخصوصا على موريس بيجار وعيونه اللي مثل 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 الصقر وكيف عم بيديرهم. مش بس الذكرى قوية، لما رجعت سنة 2004 لهون مهاجر بريسبان تذكرت، كنت ناسيها بس تذكرت انه يمكن الرغبة اني اعمل مسرح بلشت هون. ايه حلو، يعني هيدا المكان بيوحي وبيساعد وبيعطي الهام. استاذ هاروت فازيليان، طبعا والدك المخرج بيرج فازيليان كان من الاشخاص يلي اشتغلوا ببعلبك. مزبوط. وبفتكر انه انت وصغير كنت تجي تحضر الاعمال. مش بس هون، مزبوط دائما. نعم. فبدي ترجع بذكرياتك، شو اول عمل انت شفته هون؟ شوف انا كبرت، كنت حظي كثير حلو انه كبرت بالمسرح مع الاكيد مع الوالد، مع هيك كل الكبار، مع كنت روح احضر بالبيكاديلي، مسرح بيكاديلي، كل الاعمال رح يبني، وكمان صباح وشوش ونبي ابو حسن، كل هيدو بروح بشوف هون. بتذكر لازم يكون كان عمري 11 أو 11، يعني سنة 72 73، كان في مهرجان يلي الوالد كان عامل الإخراج وطلعنا، هو كان قاعد هون عم بيعمل إخراج وأنا والوالدي والأختي طلعنا، كنا نصيف أوقات بشتورة. سو طلعنا وصلنا يعني على شتورة، بفتكر نفس المهرجان اللي حضره الأستاذ رفيق اللي هو قصيدة حب، يعني يمكن 72 73. مزبوط مزبوط 73. سو وصلنا على شتوره انه طلع انه ماما يعني كنتوا سوا حاضرين ومش ما بتعرفوا بعضكم بعلبك بتجمع وبكون الماما نسيت البطاقات ببيروت. سو وكمان حظي كثير منيح انه عندي اهلي تركوني كتير فري انه ما خوف من حيث، وانا اخذت سيرفيس لوحدي كان عمري 11 سنه من شتوره على يلي بتروح على انجار وعلى شتوره. مزبوط في هونيك سيرفيسات. بتذكر نزلت على بيروت تحت الكابيتول اخذت السيرفيس، رحت على بيتنا على ظريف واخذت البطاقات رجعت وطلعت لهون بدون خوف شيء. هيدا كنا نعمل. منيح انه بوقتها ما كان في عجقة سير هالقد، ما كان في عجقة سير وايه وكانوا يعني لو هلا كنت قعدت لتاني نهار الحفله الثانيه كنت حضرتها. انيويز وصلنا، وهي ذكريات اكيد، والالوان والهالموسيقى دائما كان بالدم وعم شوف. واول مره طلعت بمهرجانات بعلبك كانت ب من ايام صلاح الدين، وقتها كان في لايف اوركسترا. اول مره كان عم بيصير بفتكر بال 2010. مزبوط 2010. وهذا كمان شيء تاريخي لانه اول مره كان عم يصير هيك عمل كثير كبير مسرحي غنائي ومع كله لايف، ما كان في ولا بلاي باك، مع اوركسترا لايف والغناء والكورال كلش لايف. استاذ طلال حيدر، تاركينك مسك الختام بالذكريات لانه جعبتك مليانه، فخبرني خبرني. انا بعرف انه انت عندك مزيج بشخصيتك بين الشعر الحلو والكبير والمبدع وبين الطرافة وبين النكتة الحاضرة انا بحب الفرح اكثر شيء. خبرني شو صار في، شو في طرائف هيك ببالك؟ انا كان لي حظ بسبب عمري الكبير. الله يطول بعمرك. بلشت من اول مهرجانات يعني احضر التمارين، جون لوي بارو، مادلير رونو، شارل مانش،
كل من اجى نورييف الرحابني وبرج فازاليان في قصص فظيعه وفي ليمون وواحد فمجموعه من يعني كان عندي التمارين اهم بكثير من العمل من على المسرح لانه انا كان يهمني الشعر هني عم يتمرنوا كان في عبقرية المخرج تبع هديك الوقت والممثل العظيم كان الحركة اللي يعملها مثلا مادلين رونو أو جون لوي بارو كان جورج حادي حاضر كان الإيماءات والحركات تبعهم حسهم إن هني مش على الأرض وهني فعلا ما كانوا على الأرض كان الوهم ساكنهم لدرجة تفكرهم خيال ما تفكرهم حقيقة طيب هل في من الطرائف شو في قصص طريفة من الطرائف طرفة مع بيرج فازاليان سألت ابنه أنا عشيره أكثر من ابنه ومع فيليمون وهبي شو صار تذكر فخر الدين كانت على جوبيتير هونيك وفيليمون جرجي ودرجي ويعني لابس الشروال وخلص دوره وكان الكوليس حد 600 فوق هلا بدنا يخلص فيليمون نصري لانه انا ونصري وفيليمون بدنا نطلع على اوتيل خوام نعمل اللي ما بينعمل شو مثلا ما بينعمل لا بينذكر ولا بينحكى خلص فيليمون ولبس ثيابه يعني لبس طقمه ونحن صرنا ناطرين فخر الدين فخر الدين يعني نصري ناطرين يخلص فخر الدين ما كان يخلص فخر الدين مين علمك هالحكيات؟ وهو فيروز قالني اخر شيء ما عاد في يصبر في ليمون نزل على الدرج وقال له نصري سابقينك وقامت الناس زائف وطلع علي انه عاصي نشر عرضنا واحد وكتبت انا كتبت الفرمان اللي لحنها زكي نصيف الكبير مهرجان الفرمان سنة السبعين سنة نعم انت شو ذاكرتك افضل لا مش هيك عامل رشاش سنة السبعين كنت انا وكراكلا انا كتبت الباحات بس اللي كان يدهشني الحقيقة كراكلا بشغلي انه وقت استلم بعلبك خفت علي لا عم ياخد اكبر مسرح موجود بالشرق وفي مسؤولية دولية لأنه اللي عم يحضروا مش بس الناس اللي جايين يتسلوا عم يحضروا ناس من العالم اللي ضليعين بالمسرح كان تمارين عبد الحليم تذكرني تمام جون لوي بارو مش بحدة تاني السلطة اللي بوقتها والتفاصيل اللي يشوفها ما كنت انا انتبه لها انا وعم اتفرج على هوديك نعم خفت علي اول مره وقت اجى المسرح الثاني وبلش بألف ليله اللي انا ما لي علاقه فيها ساعتها امنت انه طلع حدا من بعلبك ببيض وجه الحجار حلو خليني قبل ما اتابع الحديث كمان اتوقف مع فاصل اعلاني ثم اتابع الحديث تنحكي عن مهرجان هالسنة وإشارة إلى أنه ضمن هذه الحلقة أيضا رح يكون عنا مداخلة مع المطربة الكبيرة ميادة الحناوي يلي رح تحيي ليلة من ليالي بعلبك أيضا رح بيكون في روبورتاج مع الفنانة فادية طنب الحاج يلي أيضا رح تكون مشاركة بإلك يا بعلبك مع الأستاذ رفيق ومع المخرج نبيل الأذن والأستاذ هاروت والأستاذ طلال حيدر ورح نحكي كمان عن السياحة في بعلبك مع دكتور حمد بعد هذا الفاصل بيضوي عالناس والناس بيتقاتلوا عم زارع الأرض الناس أحجار بيتقاتلوا نحن ما عنا حجر لا مزارع ولا سجر انتو أنا يا علاقتي ببعلبك كانت جسر القمر لما حضرت جسر القمر ببعلبك وما كنت أعرف الرحابني ولا فيروز
ضليتني ارجف من بعلبك لبيروت بالرجعة بالليل من تأثري بهالمسرحية، وبالأخص إطلالة فيروز وليلتها كان القمر بدر شارك بالمسرحية. ما هي جسر القمر، شارك القمر مع المسرحية، وكانت الإضاءة رائعة والمناخ رائع والمسرحية. أنا لحد هلأ هي المسرحية الفضلة عندي، لأنه كانت الانيسياسيون تبعي على هالمطهر يلي دخلت فيه بعدين، اللي اسمه المطهر الفيروزي الرحباني. أنا بسميه مطهر لأنه فعلا بتفوت حاقد وغاضب ويرضيف، تظهر مثل النعجة مستحي بحالك أنه ما بدها هالقد القصة، نتفت محبة نتفت جمال بكفوا يعني بشبعوا لدرجة رهيبة. بكفينا ضو القمر يا حبيبي. نتابع هذه الحلقة، استمعنا لمقطع للراحل الكبير أنسي الحاج عم يتذكر أول مرة حضر بعلبك وعلاقته ببعلبك كان بجسر القمر، مثل ما سمعنا جسر القمر بفتكر بالسنة 62 أستاذ طلال، ما هيك؟ على كل حال تحية لفيروز العظيمة يلي صدى صوتها أضاف مجد زيادة لمجد الهياكل ومجد التاريخ في بعلبك، ولهالدراج يلي صوتها رح يضل محفور على مدى كل الأزمنة وكل الأيام. ست نايلة دوفريج، مهرجان السنة، خلينا نحكي، حكينا ذكريات الماضي، بدنا نحكي بروجرام هالسنة شو بيتضمن. أول شيء بدنا نحكي بالافتتاحية اللي ب31 بس تموز. بالبداية قبل الافتتاحية وقبل شو في بالبروجرام، لأي درجة عندكم صعوبات كلجنة مهرجانات بالاتصال بالفرق، بالتعاقد مع هالنجوم بظل الظروف يلي عم بتعيشها المنطقة ككل، وبالوقت نفسه كمان يعني في صعوبات أحياناً مادية عم بتواجهكم، وعم بيكون في ناس عم بيدعموكم، لأنه لجنة مهرجانات بعلبك هي الوحيدة يلي تابعة للدولة اللبنانية، يعني تمويلها من الدولة. بس سمعتك عم بتقولي منا الوحيدة اللي عندها تمويل من الدولة، بس أول لجنة اللي أخذت التمويل من وقتها صار في عدة مهرجانات. بس أحيانا بيفترضوا الناس أنه أكتر مهرجانات بتمولها الدولة هي بعلبك، صح ولا لا؟ لا غلط. مش مزبوط لأنه حسب البادجت اللي عندك. هلأ في طريقة التمويل، وكتار هلأ المهرجانات اللي عم بياخدوا التمويل اللي اسمهم مهرجانات دولية، مع أنه في كتار كمان اسمهم دولية، يعني في قانون عم بيحطوه بوزارة السياحة وعم بيطبقوا. الصعوبات اللي عم تحكي عن الفنانين، أكيد في فنانين ما بدهم يجوا على المنطقة أساسا، يعني ما بدهم يجوا على كل منطقة، مش أنه ما عم نحكي أبدا عن معلبك أو لبنان، تقول لهم بلاد العربية بيقولوا لا. في ناس بيخافوا شوي، في فنانين ما نحن ما بقى صرنا نعرف شوي بأي فنان فينا نتصل، لأنه نطلب ومنجرب نلاقي فنانين هاللي عندهم عاطفة خاصة بالمنطقة وهاللي يعني مثلا بتفهم وضعنا. مين اللي بخافوا أو رفضوا، أو يعني إذا بدنا نعطي مثل معين أو اسم معين مثلاً. من سنتين مثلا كان عنا مغنية أوبرا أمريكانية إنه كانت بالبرنامج، وآخر تكي طلبت منا إنه ما تجي، لأنه حدا قال بأمريكا إنه ظروف، مع إنه المهرجان صار وتكمل وكل شيء. نحن عم ننتبه شوي ومنعرف شوي وضع الفنان وقت نتصل فيه ومنقرر، وهيك صار هالسنة. بس يمكن أهم عمل هاللي رح نعمله هالسنة هو الافتتاحية، هي يعني هالافتتاحية المهمة اللي إلك يا بعلبك اللي عم نحضرها صرنا سنة ونص. رح نحكي عنها، بس دايما في سؤال إنه لأي درجة المهرجانات قادرة إنها تصمد بالنسبة للتكاليف العالية والمرتفعة بالوقت يلي يعني البطاقات أو يعني المردود المادي للبطاقات. صحيح. خاصة يعني هالسنة ما المردود بيكفي. بس أنا ما حسيت هاليومين في تحرك
يعني في تحرك في بيع يعني في بيع عظيم يعني التحرك عم بقول انه هل هالثلاث اربع ايام يمكن من وقت ما عملته هالمؤتمر الصحفي عن الامن ببعلبك بفتكر اثر كثير ونحن عم نحكي كثير وفي وبنطلب من كل اهل البقاع يعني اهل زحله واهل المنطقه انه ما يخافوا يطلعوا لانه الصراحه في 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 ضمانات امنيه اعطونا اياها من كان ان كانت محليه او بالنسبه لكل حال نتمنى انه يكون يعني عدد الحضور كثيف ويكون في كمان بيع بطاقات حتى تطلعوا مصاريفكم يعني وفي عندنا رسميين كثار اللي جايين وفي عندنا سبونسرز اكيد هاللي المساهمين مش رح نسميهم كلهم لانه كثار في ناس بيفتكروا انه رسالتنا اهم من بيع البطاقات يعني وجودنا ببعلبك يعني دائما مثلا من لقى انه الوزيره السابقه ليلى الصلح حمادي دائما موجوده معكم دائما موجوده معنا بالمؤتمرات الصحفيه ودائما هي صار لها اكثر من 10 سنين بتساعد مهرجانات بعلبك وعندها يعني في شيء خاص بين في رابط انساني وشخصي اكيد وهي نعم. بهمها كثير مهرجانات بعلبك هي ورانا وعم تدعمنا صار لها اكثر من 10 سنين وفي غير ناس نعم. في اوقات اشخاص حتى ما بيحبوا يحطوا اسمهم وعم بيساعدونا وفي شركات وبنوك وناس بيعطونا مثل بيكونوا اصحاب المهرجانات بيعطونا حسب كل واحد نعم. طيب اذا بدك تختصري لي البروجرام بدنا نقول الافتتاحيه بإلك يا بعلبك صح يلي رح نحكي عنها بالتفصيل بالتسعة آب في عنا مغنيه بإلك يا بعلبك ب 31 تموز ليله وحده قبل منها ليلة للبعلبكية يعني بعد جمعة أقل من جمعة بعد خمسة أيام جي موا ماينس فايف لا كتير مهم لنا بعد إلك يا بعلبك في عنا المغنية المغربية اللي جاية وورلد ميوزيك بالستعش عنا جاز مع ريتشارد بونا جاز على طريقة شوي أفريقية كمان كتير مشهور بالعالم بعدين في عنا ست ميادة الحناوي هاللي رح يلي هي معنا هلأ على التليفون نعم وآخر حفلة ببعلبك رح تكون لـ Earth, Wind and Fire هو بوب ديسكو بأي تاريخ؟ ب29 نعم وآخر حفلة نحن كنا بدنا نعملها ببعلبك بس كنا مضينا العقد ومش قادرين نكون بقلب معبد باخوس لأنه في ترميم مثل ما شايفين نعم. ورح ننقلها على بيروت لأنه كواتيوار موديجلياني أربع أشخاص مع آلات بسمون موسيقى صح وساعتها أنه ضروري يكون محل كتير حميم وكتير مسكر ورح ننتقل على خان الحرير نعم. بالبشرية طيب. اللي كنا فيه من خليني الست ميادة الحناوي معنا مباشرة عبر الهاتف من دمشق وب 22 آب رح بتكون واقفة على خشبة هذا المسرح اللي نحن هلأ موجودين عليه ست ميادة مساء الخير مساء الخير أهلا وسهلا أستاذ جورج على كل ست ميادة بداية مساء الخير لضيوفك الأعزاء الله يخليك نحن بالأول بدنا نقول لك سلف ألف أهلا وسهلا فيك على بعلبك ونحن كنا بنتمنى أنك تكوني مشاركتينا بهالحلقة الليلة ولكن والله وانا كمان بتمنى كنت اكون موجوده معكم بهالقعده الجميله الرائعه ان شاء الله قريبا لانه كل ضيوفك عزيزين على قلبي جدا الله يخليك على كل حال حضرتك بعد ثلاث اسابيع تقريبا رح بتكوني موجوده بهذا الله. المكان اللي نحن قاعدين فيه هيدي اول مشاركه او اول اطلال لك ضمن مهرجانات بعلبك فشو بتقولي عن هذه المشاركة؟ شو إحساسك إنك رح توقف تغني بمكان له خصوصيته التاريخية والأثرية والحضارية والفنية؟ أكيد والله أنا كل فخر واعتزاز وسعيدة جداً بمشاركتي بفعاليات مهرجانات بعلبك الدولية لهذا العام في دورته الجديدة وطبعاً مشاركتي في مهرجان بعلبك مهمة جداً بالنسبة لإلي بالذات خاصة عندما أتذكر من شارك في المهرجان من عمالقة كبار بالوطن العربي وعالميين فطبعاً بشعر بالامتنان
الكبير للغناء في معبد تاريخي. نعم. مر عليه تاريخ عظيم من الجمال ومن الموسيقى. عودة هذا المهرجان في هذا العام حدث عظيم جدا جدا بالنسبة لي. نعم. ست ميادة، سبق وشي مرة زرتي قلعة بعلبك؟ يعني هذه أول مرة رح تغني فيها. والله بس سبق أول مرة بدي أشوفها بعلبك، أول مرة. أها حلو. طيب شو بتوعدي اللبنانيين والجمهور اللي رح يجي يشوفك؟ هل اخترتي الأغاني اللي بدك تقدميها؟ يعني شو ممكن نخبرهم عن الليلة اللي رح تكون ب 22 آب؟ طبعا حقدم الأغاني اللي بيحبوها وعاملة باقة من الأغنيات إن شاء الله، هيك تكون عند حسن ظنهم بإذن الله. وقبل ما أقول لك إنه شو بدي أقول للشعب اللبناني، حابة بهالمناسبة أشكر إدارة المهرجان ممثلة بالسيدة نايلة دوفريج على حسن تنظيم المهرجان والاستعدادات الرائعة اللي تابعتها عبر وسائل الإعلام. نعم. فبتشكرها من كل قلبي. نعم. بقول ست ميادة الشعب اللبناني إيه علاقتك، يعني علاقتك مع الجمهور اللبناني علاقة قديمة، يعني منا جديدة. إيه طبعاً طبعاً. يعني شو يعني كيف تختصري هذه العلاقة وشو ذكرياتك؟ بحس بلدي الثاني لما بجي، فبقول له تحية من قلب العروبة النابض هي دمشق، إلى الشعب اللبناني الشقيق، وأنا سعيدة بأن ألتقي بهذا الشعب الرائع الذي يحب ويعشق الحياة. نعم. إذا نحن بانتظارك ب 22 آب. 21 إن شاء الله، مش 22. صلحت لي الست نايلة هون، حد صلحت لي هيك معلش، عم نعطي فال خير انه نكسبك ليلتين، يعني مش حفلة. 21 و22 ليش لا، شو رايك؟ ان شاء الله ان شاء الله. اذا بالانتظار ب 21 ان شاء الله، ب 21 الشهر اللي جاي ان شاء الله باذن الله. نعم. شكرا لك ست ميادة الحناوي، وتحياتي لكل الموجودين. يا اهلا وسهلا فيك، نحن بانتظارك. شكرا ست ميادة. شكرا. اذا استمعنا لست ميادة الحناوي، واختصرت لنا ست نايلة برنامج المهرجان. استاذ نبيل الأذن، إليك يا بعلبك، شو هالعمل هالاحتفالي، هالعمل الاحتفالي، مين العناصر المشاركة فيه؟ شو اللي بدكم تقولوه منه؟ شو بيعتمد على الشعر، على الموسيقى، على الغناء، على التمثيل، على شو العناصر؟ على كله. ايه تفضل. ما بعرف كيف بلش، بشو بدي بلش، بحس في كتير اشياء. المهم كوكب من المبدعين اللبنانيين بالعالم وشوي من هون ألفوا بناء لطلب من لجنة مهرجانات بعلبك، ألفوا قطع موسيقية وأدبية تحية لبعلبك، مدتها بين 5 و10 دقائق. الاحتفالية حتكون تقديم لكل هذه الأعمال بصيغة معينة رح اقترحها عليكم. هلأ الأسامي كتار، يمكن انسى حدا بتساعدوني. خلينا نبلش منبلش بالشعراء، بما انه طلال حيدر قدامي هون نبلش فيه. طلال حيدر زائف وقت العرض مش هلأ. من الشعراء إذن طلال حيدر، أدونيس، صلاح ستتية، إتر عدنان، وجدي معوض، عيسى مخلوف. من طبعا كل واحد باللغة اللي بيعبر فيها اجمالا، يعني اللي بيكتب فرنسي كتب فرنسي، اللي بيكتب عربي كتب عربي. يعني رح بيكون في نصوص باللغة الفرنسية، في نصوص باللغة الفرنسية مثل ما انكتبت، وفي نصوص باللغة العربية مثل ما انكتبت، مع ترجمة مباشرة من العربي إلى الفرنسي ومن الفرنسي إلى العربية. وهذه النصوص استاذ نبيل كتبت خصيصا لهذا العرض، يعني تم اختيارها من كتبت خصيصا طلبت لها العرض بناء على طلب الست نايلة. نعم. الموسيقيون
منبلش باللبناني يمكن نسيت قتال عدنان نسيت قتال عدنان منزيد قتال عدنان وما لازم ننساها بحيث العنصر النسائي الوحيد كمان مثل ما انت مثل ما الست نايلة هون هي العنصر النسائي الوحيد بيننا ايه بس بالعمل في غيرنا في فادية وفي تابدوين فإذا موسيقيون غادي الرحباني ألف أغنية يعني الكلمات والموسيقى بتأديها فادية بالحج مرسي طول بال عم يسلسلون طول بشارة الخوري ناجي حكيم جابرييل يارد زاد ملتقى مارسيل خليفي ومين بعد فيه؟ إبراهيم معلوف وإبراهيم معلوف كمان كلهم ألفوا قطعة موسيقية تحية إلى بعلبك هالقطع سيمفونية بمعظمها يعني المايسترو فازليون بده عنده كان مسؤولية كبيرة كمان إنه مع الأوركسترا تبعه إنه يوفق موسيقياً بين هالقطع اللي كتير كتير مختلفة واللي بدها تعطي أنغام هون يمكن ما انسمعت بعد لحديت هلأ ببعد بك رح أسأله للأستاذ هاروت عن الموسيقى بس قبل أوكي. على المسرح مين رح يكون موجود مين ومين الشاب الحلو رفيق شكا هو بده يعمل كتير وصلات بين هالقطع يعني بين تمثيل وبين إداء النصوص وفي وزدنا بعض نصوص كتبت لبعلبك ورح يفاجئك إنه يرقص كمان ما كتير راح يفاجئني بحيث من أول خلي عنصر المفاجأة من أول ما شفته قال لي راح يفاجئك برقصة فما بقى في مفاجأة والأستاذ رفيق والفادية توم بالحج بتأدي الأغاني وبعض النصوص كمان باللغة العربية والفرنسية والعمل زاد من أسبوع بحضور نسائي جميل جدا وكارولين حاتم اللي راح ترقص وتأدي كمان نص وفي راقص جاي من فرنسا مغربي هو العنصر الغربي الوحيد وفي كمان فرقة المجد البعلبكية اللي راح تأدي رقص الدبكة مع إبراهيم معلوف على الترومبيت تبعه يعني مارسيل خليفة عامل قطعة موسيقية بيحكينا عنها يمكن المايسترو وبس كمان رح يغني رح يكون معنا على الخشبة رح يكون كمان مارسيل خليفة موجود على خشبة المسرح فإبراهيم معلوف مع الترومبيت والفرقة مارسيل خليفة مغني ومع كمان قطعة موسيقية فهالتركيبة هاي كل هول يعني ما بعرف كيف بدي اسميها لما بلشت توصل الاعمال هالكتابات هالقصايد هالاعمال الموسيقيه حسيت انه صرت مثل صايغ عنده قطع هيك درر بين ايديه وبده يقلب جوهره ولما وصلت لهون من اسبوع هيك حسيت انه هاي الجوهره الكبيره هي بدها تصير تتألق بأضواء وبأنوار يمكن نحن طبعا في بالعمل وضروري أقوله من هلأ يعني نحن مش منه عمل من الليالي اللبنانية التقليدية مش فولكلوري يعني بس كله رايح للماضي وواصل لليوم ويمكن عم بيطلع شوي لبكره مثل سبق وتفضل استاذ هاروت فازليان كان عم يحكي عن الموسيقى شو في خصوصيه لها علاقه تحديدا بهالقطعه الموسيقيه يلي رح تتقدم وكيف الاوركسترا يعني قديش رح يكون عددهم شو ممكن تخبرنا عن خصوصيه الموسيقى بهالعمل قبل ما انسى في كمان بيانيست سيمون غريشي لبناني كمان رح يكون على المسرح رح يعزف البيانو لأقول لك شو الحلو بالعمل هين انه تعمل امبورت عمل يلي موجود اوبرا او شيء تدفع حقها بتجيبها اوكي نشوفها بنحترم زقف فيري جود بس شو الحلو هون انه هالمؤلفين وكل شيء كلهم كتبوا الفوا موسيقى خصوصي لهالعمل للبعلبك وهيدا حلم وهيك لازم يكون والحلو كمان فيها انه ما فيك تعملها غير بالبعلبك بدك تعملها هون وهي دائما كنت اسال ست نايلة انه داخلك في بلان بي
لا 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 ما في بلان بي، عندنا بلان اي. عادة عندنا دائما بلان اي وبلان بي وبلان سي، بس على هالعمل ما بيقدر ينعمل الا ببعلبك. ببعلبك وكنا نضحك مع انه انعمل شيء باكس اون بروفانس، بفتكر لازم نقوله انه وقت سم كان ايه اكيد استاذ رفيق كان معنا، واجت الفكره يعني وقت التقينا ب باكس ان بروفانس مدينه بعلبك ومدينه اكس ان بروفانس في توأمة لا موجوده التوأمة موجوده من سنه 2003 اذا ما بتخلطني. ووقت حكينا معهم وخبرناهم عن هالعمل الكبير اللي عم ينعمل ببعلبك، قالوا لنا ليه طيب ليه ما بتجربوا تقدموا شيء باكس ان بروفانس؟ يعني عملنا اتصال مع مهرجانات اكس، هو من اكبر مهرجانات واعظم مهرجانات باوروبا، مهرجان ليريك، وبرنار فوكرول هو مدير المهرجان طلب منا واعطانا الصاله وقالنا جربوا، نحن بدنا نعمل علاقه بين المهرجانون ومهرجان ايه وبالبحر بين البحر المتوسط الغربي والشرقي بين الثقافتين ايه وبين وقدمتوا هالعمل. قدمنا هالعمل بس بساله صغيره، جمعتين ب7 تموز قدمناه بساله صغيره مش مع اوركسترا مع بيانو مع قديش عمرها هيدي الساله؟ الساله بتجنن. تياتر دو جو دو بوم اسمها قد ايه عمرها استاذ رفيق؟ من 1800 وكذا 1800 وشي من هذا المسرح التليان الايطالي اللي بلاكين فوق بعض على ثلاثه لوج ثلاثه يعني مسرح تاريخي هذا المحل. وكانوا موجودين ست فاديه توم بالحاج استاذ رفيق، كان في اكيد عبد الرحمن الباشا اللي راح يكون موجود على البيانو بشكل فيرتوال، وانا بلا زوره كنت وطلع وكلهم لا المؤلفين كانوا كتار اللي كانوا وشاركوا. ثاني يوم رحنا على مرسيليا وقدمنا عملنا مثل لقاء ثقافي وموسيقي مع غنى وحكيوا كل هالفنانين يعني وخبروا قصصهم. لحظه استاذ جورج، خبري كيف حكيت اون فرونسي بمارسي بلد مارسيل بانيو خبرينا خبرينا. لانه طلب من الجمهور قال بحكي بالفرنسي او بحكي بالعربي، كلهم قالوا له لا بدك تحكي بالفرنسي، وكان عظيم يعني يعني والاستاذ طلال كمان حكي يعني انت حكيت بالفرنسي وكمان وكان يصلح كان يصلحوا بعض. مين يصلح لمين؟ لا انا خريج سوربون ما في مشكله. استاذ طلال رح ارجع لعندك، بس بدي كفي بالنسبه للموسيقى، شو عندك تضيف استاذ هارون؟ احنا عندنا الاوركسترا في الهارمونيه اللبنانيه، نحن كمان كثير فخورين انه نحن بلبنان عندنا اوركسترا، شيء عظيم. عندنا اوركسترا اللي هي من 100 عازف بس اكيد على المسرح نحن نكون تقريبا 70 عازف. الاوركسترا في الهارمونيه 70 عازف 70 عازف. طب وين رح يقعدوا يعني وين كيف بده يكون تنظيم الهيدا؟ انا بكون بالنص هون اكيد هاي. والاوركسترا بيكون هلا فور اكزامبل استاذ نبيل قاعد مطرح الفيولونسيل اوكي لا هيك فيولونسيل اوكي والفيولونيت هونيك وحضرتك قاعد حدا الترومبونات مطرح الترومبونات اللي عم سو هيك بيكون نظام. والحلو كمان انه انا عندي احلى الباك جراوند بطلع الانسبيريشن والاستاذ رفيق والست فاديه وين حيفتكر رح يكونوا على وين ما كان يعني بين الدراج وبين النص من فوق لهون كله بيلعب. استاذ رفيق اذا بدك ترقص بس ما مش حد مش هيكون لك ما بعرف وين لا ما في مسيره حلو ضروري بالعاده الاوركسترا بحطوه بالفوسدور تحت بس هالمره رافعين حاطينه بالصداره لانه في كثير قطع موسيقيه واخذ المركز الاول مع انه الصاله الباقيه كلها المعبد كله مفتوح هو لكل المشهديات. استاذ سوري بحب اقول شغله عن الموسيقى اللي بنعزفها لانه عندنا 7 اللي فيهم لبنانيين بس في عندنا من شوف كيف هالمشوار اللي عم نعمله موسيقيا. عندنا من غادي رحباني اللي هو نقول موسيقى لبنانية، بعدين عندنا مارسيل خليفة اللي جمع الموسيقى اللبنانية كمان مع الأوركستر، وبعدين بنفوت على الشيء الجديد مثل إبراهيم معلوف وزاد ملتقى
وتعرف الأول مرة عم بينعزف هيدول وورلد بريمير يعني عم بيصير على هالمسرح وشي كتير حلو. بعدين أنا هلا عم فكر تعرف على هالمسرح كان كاريان وقف هون وشارل مونج هيرمود فون كاريان كان هون وشارل مونج هدول الكبار وهلا نحن رح نكون هون. هيدا الشيء شيء بيعطي إحساس حلو أكيد أكيد. استاذ صلال حضرتك كتبت قطعة ضمن هذه الليلة إليك يا بعلبك فينا ورح أقولها إيه فينا رح تقولها أنت على المسرح إيه بس بدك تاخد إذن من الست نايلة إذا فيني أقولها أو لا في يقول أولا مش قصة إذن نحن من الأساس اتفقنا أنه رح تطلع على المسرح إيه عم يقول فيني فينا نقول هلأ أكيد فينا أنا أبدا نسأل المخرج إذا أنت هلأ بدك تجيبه أنا بدي أقولها يا بتقولها هلا يا بتقولها على المسرح يعني على المسرح على المسرح انت رح تطلع انا رح اطلع ايه بس فينا نقول مطلعها هلا مطلع بعل اللي كان بحبها ملبك بده هديه للشمس عمرها بعلبك حلو حلو طيب بيطلع لنا كمان عرض كفي كفي استاذ رفيق حد السما وبتساع وقال لها الجنة صيري سهل البقاع نزلوا عليها الآلهة وسكنوا بهياكلهن تركوا السما اللي كانت منازلهن وما عاد بدهن يرجعوا وقالوا لقيل كتير من حبك لكن نزلنا وبدنا نضل ببعلبك واو حلو 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 فينوس فينوس مش كلها يا طلال الليلة بس هاي فينوس الليلة عازمة على العيد يمكن يجي كيوبيد باخوس بإيده بإيده عم بيصب مبيد وجبتير قال له للقمر ضوي هالعوامي اوه حلو حلو كتير وكذا وبس وبس لا. طيب خلينا هلا سمعنا الشعر خلينا نروح على الموسيقى الفنانة فادية طنب الحاج كانت رح المفترض تكون موجودة معنا ولكن ظروف عملها يحيمنا هون الساعة 12 بالليل بتوصل على المطار هي كانت تتمنت تكون معنا وقالت لي يا ريت انه مش النهار الأحد لأنه هلا بتكون عم بتكون بالمطار عم بتغط ببيروت كانت بفتكر بألمانيا كانت بألمانيا عندها حفلة عندها كونسير ايه؟ نعم ولكن قبل سفرها سجلنا معها بالكونسيرفاتوار وقت كنتوا عم تعملوا بروفيت فخلينا نسمع فادية طنب الحاج شو قالت وأجواء البروفيت كمان على أغنيتها منشوف سوا السنة بقدر أقول إنه إطلالتي ببعلبك مختلفة عن غير إطلالات بغير سنوات لأنه المشروع بحد ذاته يلي هو مشروع كتير طموح كل واحد منا عم بيشارك عن موقف يعني ما في عمل فني بيمثل كل واحد منا وحده مثلاً أنا عندي بس 4 أغاني اشترك فيهم بهالحفلة بس مجموع الأعمال المشتركة كلها بالحفلة مجموعة كتير مجموعة ضخمة جداً لأهم أسامي معروفين بأوروبا بشكل خاص حتى بالعالم فبعتبر أنه كل واحد منا عم بيشارك مش كرمال نفسه عم بيشارك لأنه عم بيقدم شيء لتكريم هالقلعة هالمكان لتكريم المهرجان لتكريم هالمدينة اللي هي مدينة بعلبك أنا كنت دايماً أقول إنه من الصعب أنا وصغيرة من الصعب إنه واحد يطلع يغني على مدرج مهرجانات بعلبك قد ما هو صعب الواحد يطلع على القمر فكان حلم كبير وتحقق أول مرة سنة 98 فما كان ساحر جداً غير بالليل غير بالنهار وتحت إضاءة المسرح والموسيقى بيصير ساحر جدا يعني كل الموسيقية والفنانين الأجانب اللي اجوا اشتركوا معي بعلبك أول سنة وبغير سنين بيقولوا إنه في سحر بيحملهم لمكان آخر مثل كأنه العالم منه من هالعالم
أنا شخصياً بعتبر أنه كل مرة فخر كبير لإلي، وهالمرة زيادة الفخر أنه كلنا مجتمعين مع بعضنا، كلنا لبنانية وكلهم أسامي المشتركين المؤلفين والكتاب بيشرفوا اسم لبنان. بقول لك شغلة، الإنسان وقت بيكبر بتبلش مرحلة النسيان، بس إذا كان الحدث كبير العقل ما بيسترجع يمحي، أو بالأحرى الحدث يغلب العقل فيبقى الحدث ما بتنسيه بحياتك. وبعلبك الذكريات من أرقى ما يكون. وأنا بالحقيقة أول مشهدية كانت عم تصير هي لفتت لي نظري فرقة جون مارشا لكوميدي فرانسيز وفرانسيس سافيل، كانوا عم يقدموا جوليوس سيزار. وقد ما كان شانسي طيب، تاني يوم طلبوا شباب من بعلبك أنه يمثلوا فيجورون، فطلبوا كومبارس، وكان من شانسي أنا أن يكون من الكومبارس. وبعتقد أنه كان إلي شانس أن يكون إلي كلمة بالمسرحية. فأنا كان إلي جملة أني أقول له، واحد كان يقول نوفولون لتستامون، أنا أقول له ليزينو لتستامون. فهاللحظة هاي بعتقد كان لها تأثير علي أني أعيش على خشبة من السحر والخيال. عم نسمع كل هالأسماء الكبيرة يلي قديش بعلبك أثرت فيها. دكتور حمد، لما بتسمع هالفنانين الكبار عم يحكوا، لما إذا بدك تتصفح الكتاب يلي أصدرته لجنة مهرجانات بعلبك وفي كل تاريخ بعلبك وكل الصور وكل الفنانين الكبار من لبنان ومن العالم كله اللي إجوا، شو أنت رئيس بلدية هالمدينة اللي احتضنت كل هالأعمال وكل هالأسماء، شو إحساسك، شو شعورك؟ حقيقة مثل ما عم تتفضل، هو الحلم عم بيكبر. كل ما قلت أنا بعلبكي كل ما زاد اللغز، وكل ما قلت أنا رئيس بلدية هالمدينة كل ما بتحس بهالفخر وبهالعظمة، سيما أنه في قصة صغيرة شرفنا عالم فضاء روسي من جيل جاجارين أول ما طلعوا على الفضاء، ومن جيل الروسي القديم من حوالي السنة. فعم بيقول أنا أجا دوري هالسنة بمناسبة وفاة جاجارين، قالوا لي بدك تروح رحلة، يبعثوا وكالة الفضاء الروسية رحلة، قال أنا بدي روح عبعلبك. قلنا له إجا زار بعلبك. قلنا له ليش حبيت بعلبك بالذات؟ قال أنا وكنت بالفضاء بعالم التاني شفت معلمين نحن وعم نقرب على الأرض على الكرة الأرضية، شفت هياكل بعلبك وشفت إهرامات مصر. أنا حبيت إجي بعلبك، قلت له نعم. واللغز التاني قال لي هاي الصخرة وهي الصخرة بس نحطوا حد بعضهم قصقوصة ورقة ما بتفوت بيناتهم، عندك جواب؟ قلت له هيد السر، هيد سر بعلبك، هيد سر من أسرار بعلبك. جوابه قال لي أصدقائنا سكان الفضاء اللي عمروا هاي القلعة خارج جاذبية فضاءهم سهل عليهم كتير، مثل ما نحن خارج جاذبية أرضنا نقدر نعمر. فاجتمع أهل الفضاء وأهل الأرض لعمروا هذا المعلم، ولكبرت بعلبك وكبر لبنان وكبر العالم. حلو حلوة. حقيقة هي قد ما قلنا نحن منكبر بكل هاو العظماء اللي مرقوا على هالمدينة، وقديش نحن عم نكبر بهذا العمل إليك يا بعلبك. نحن عم نقول سياحة وعم نقول ثقافة وعم نقول مهرجانات، بظل أنه في انكماش وانقباض مثل ما قالت مدام نيلة، في كتير فنانين وفرق
وشعراء عم بيترددوا بيتمنوا يجوا على بعلبك إذا صحلن، بس في منهم عم بيقولوا لا الأجواء مش مناسبة، الأجواء مش مئاتية. أنا بقول أنه هن عم بيخسروا فرصة بعمرهم أنه ما يجوا، لأنه اللي اليوم عم من من إلك يا بعلبك مع الأساتذة الكرام والفنين والشعراء، نحن كثير عم نكبر أهالي المدينة. هذا الانكماش الدولي عم في مقابله انفتاح وحضانة وحصانة رسمية سياسية فنية ثقافية شعبوية. نحن كثير عم نكبر بهذا العمل. نحن بدنا نقول كمان للست ميادة الحناوي أنه كمان بعاصمة العز دمشق عم تحكي معانا بمدينة المقاومة، هاد كمان فخر لأنه كمان نعزز هاي الصورة. مزبوط نحن كبلدية ما لنا دور كبير بتنقية أو انتقاء الأعمال الفنية والمسرحية، وهي إلى أهلها نحن ما بنقول أنه كبلدية، ولكن أنه يشاركوا هيك كبار وبهي الظروف بالذات. أنتوا كيف بتساعدوا اللجنة؟ يعني شو دوركم مع لجنة المهرجانات؟ نحن حقيقة أول شيء بدنا كمان نوجه هلا يمكن أوقات هلا يمكن أوقات بتساعدون أوقات يمكن بتصعبوا عليهم أشياء ما بعرف. لا إن شاء الله، لا إن شاء الله نحن معهم تعاون في تعاون دايم. نحن بدنا نوجه لسعادة المحافظ لبلش من هون. سعادة المحافظ كمان كان لازم يكون بتصور بالحلقة وظروف بخارست. مزبوط. ساعدنا كتير بتهيئة الأجواء. وعا يكون شي زيارة خاصة فضحناه. لا لا رسمية. نحن كبلدية طبعا عاملين في تجهيزات تحضيرات خاصة. عندنا خطة سير بالاجتماع اللي صار مع عند سعادة المحافظ خاصة للمهرجان، من مبدأ أنه السياحة هي حياة، أنه السياحة هي المستقبل. هو هذا التعاطي والانسجام والانخراط بين الثقافات والحضارات. نحن عاملين خطة سير بدنا الزائر الكريم يشرف المدينة يشوف المعالم السياحية والأثرية. بدنا يصير في لفتة ونظرة تجاه المدينة كبشر، تجاه المدينة المهيئة حالة لهذا العرس، المهيئة حالة لهذا العيد، لحتى نثبت قاعدة أنه فعلا المهرجانات هي مش قلعة بس معبد، هي طلاقي، هي حوار تجسد هاي الصيغة اللبنانية. رح نشوف ريبورتاج بعد شوي. تفضلي. نحن لليلة إلك يا بعلبك في رح عم نعبي أوتيلات، لأنه عنا 100 شخص تقريبا ساكنين بعلبك من الموسيقيين والفرقة وكل شيء. وأنا أملي أنه الجمهور اللي رح يطلع أنه يضل يتغدى او يتعشى ببعلبك ويرجع يتقرب عن المدينه، لانه صراحه الاهالي بيجننوا وكل المواقع السياحيه كثير مهمه وكلهم ناطرين بعلبك ناطرتهم. بفتكر استاذ طلال هو عم يحكي الرئيس، تذكرت شغلي وقت اجى اراغون على بعلبك انا بقيت معه 10 ايام باوتيل بالميرا. نحن وطالعين كان عم يقدموا له مسرحيه بعلبك بالفستيفال لو فو دلسا. لا كان لشدو جرناد. هيدي ما زبطت. بيقعد على الارض. هيدي الوحيده اللي ما زبطت. بيقعد على الارض قدام اوتيل بالميرا برا. بقعد انا حد وما بيحكي. بيقول لي طبعا بالفرنساوي وانا. اللي كان دايما تقول لي إلسا خدني على بعلبك، اللي عم يحكي أراغون أكبر شاعر بالعصر، كنت أقول له شو أنا روكفلر لأخدك على بعلبك؟ كان صار زمان ميتة. قال لي قوم هلأ بتكون ناطرتنا بالأكروبول بالأخ. حلو. كانت تطلب منه إلسا اللي قضى حياته لفود إلسا إيه؟ اللي تقدمت هون سنة الـ 74 وقدم هون كان آخر كانت قبل الحرب. كانت تطلب منه خدني عبعلبك، يقول له شو أنا روكفلر لأخدك عبعلبك؟ أراغون ما كان عنده أدران جيب حبيبته التاريخية عبعلبك. قال لي مشي بكون هلأ ناطرتنا بعلبك، وهي كان صار زمان ميت. أنا بحب أعطي مثل ريتشارد بونا اللي جاي بـ 16 الشهر،
واتصلنا فيه دغري قال ايه انا حلمي اجى عبعلبك. هيربي هانكوك هالعازف الجاز قال لي هو عم بيخبر انه قال له انه احلى حفله عطاها بحياته هي كانت ببعلبك. انه وقت الواحد بيكون على المسرح ببعلبك بيحس حاله أكبر بغير مناخ كثير وبغير مناخ. استاذ نبيل كنت عم تقول انه بال74 كانت اخر حفله. ايه بتذكر كنت عم بحضرها. كان اراغون موجود لو فودلزا وليلتها باخر العرض عطوه علقوا له وسام اذا بتذكر. كمان على ذكريات هو كان يطلع نوفيل ليترير المجله باريس كان عميد كذا ما بعرف شو بيسموه بالحزب الشيوعي وكان مستقبلين الحزب الشيوعي اللبناني. انا الترجمان بيقولوا لي اسالوا شو بحب للشعب اللبناني شو بيتمنى للحزب الشيوعي اللبناني. كان عيد الخمسين يوبيل الخمسين قال لي قول لهم تصير الكبه اطيب المشروب اطيب. صاروا يضحكوا قالوا لي لا عن جد اسألوا. قلت لهم اذا بيسألوا بيضربكم. براس لاينر. في ذكرى هيك شوي عاطفيه بهالعمل يمكن ما تقدم الا هون. عرفت بعدين انه كان المخرج بريطاني وتقدم فقط في شو هو ما تقدم بفودلزا. اوكي هالعمل المسرحي اللي عملوه هون. بس الذكرى تبعنا كنت قاعد هون هيك وعم بيلعبوا هالمسلين وكان في هواء اقوى شوي من الليله. وكان في بساط كل بكل هالمكان هيدا ما كان في غير بساط للديكور. والهواء كان عم بيطير البساط. فذكرى كانوا انه المسلين هن وعم بيلعبوا يسندوا البساط باجرهم واراغون قاعد هون عم بساط الريح واراغون قاعد حد ما عريضه وعم بيضحكوا اثنيناتهم. فهيدي الذكرى. ومن بعدها وقفت كان اخر عرض سنه ال 74 قبل الحرب ووقفت المهرجانات مثل ما بنعرف كلنا خلال. فكان يعني اخر ذكرى قبل الحرب اللبنانيه هي اراغون وهالهوا اللي عم بيلعب بالبساط اللي كان لمسه. حلو. خليني اتوقف مع روبورتاج عن اعداد السواح يلي بيجوا على مدينه بعلبك على مدى خاصه على مدى اخر 3 4 سنين وكمان الجنسيات يعني قدي نسبة السواح العرب قدي نسبة السواح الأجانب يلي بيزوروا مدينة بعلبك من خلال هذا التقرير. بعد منه فاصل إعلاني نرجع منختم هذه الحلقة مع ضيوفنا بآخر محور. خلال السنوات الماضية تأثر القطاع السياحي نتيجة الأحداث التي تشهدها المنطقة وانعكست بدورها على لبنان، فتراجعت أعداد السياح العرب والأجانب كما لزم اللبنانيون الحذر وقلصوا تنقلاتهم بين المناطق. العدد الأكبر من زوار الأماكن الأثرية يذهب إلى هياكل بعلبك، لكن بين الأعوام 2010 و2013 تراجعت هذه الأعداد بنسبة 48%. عام 2010 زار الهياكل حوالي 150 ألف شخص، في العام 2011 113 ألف شخص، في العام 2012 77500 شخص، وفي العام 2013 انخفض عدد الزوار إلى 60 ألف شخص في السنة. لا يقتصر زوار الهياكل على اللبنانيين، بل يتقدم عليهم في بعض السنوات الزوار الأجانب. ففي العام 2012 شكل العرب والأجانب نسبة 51% من الزوار. يتوزع زوار القلعة سنوياً تبعاً للجنسية كالتالي: 38 ألف لبناني، 4000 فرنسي، 3500 بريطاني، 2300 إيراني، 2050 تركي، 1800 أمريكي، 1700 عراقي، وأيضاً 1700 مصري، 1600 ألماني، 1500 سعودي، 1200 إيطالي، 1025 من الأردن، 126 من الإمارات، و16500 من جنسيات أخرى.
ومنتابع نحن وياكم المحور الأخير من هذه الحلقة. دكتور حمد حسن رئيس بلدية بعلبك، قبل الفاصل الإعلاني شفنا روبورتاج يلي بيتحدث عن الأرقام السواح يلي بيزوروا مدينة بعلبك بالسنوات الأخيرة وعن من جنسيات مختلفة وإلى ما هنالك. لأي درجة يعني بعلبك بهالأهمية، يعني الأهمية التاريخية لهالقلعة، في أماكن سياحية عديدة بالعالم بتكون الأماكن الأثرية اللي فيها كتير أقل أهمية من بعلبك، ومنشوف إنه عاملين لها طني ورني وبيجوا السواح عليها كأنه مش شايفين غيرها يعني، بينما بعلبك مهمة جدا، تصنف بالأهم يعني بالأثرات بالعالم. ليش ما منلاقي فيه هذه الهجمة أو هذا الاهتمام بالترويج يمكن لها؟ يعني وين القطبة المخفية؟ هل الوضع الأمني بالدرجة الأولى هو المشكلة؟ مثل عم تفضل أستاذ جورج أنه عم نحكي بالعالم، عم نحكي بـ بـ بأثار يمكن عمرها 200 سنة 300 سنة 400 سنة. من أسبوع رحنا هيك كمان مشوار كزدورة سفرة، لقينا أنه دايماً بيحكوك بهيك أثارات، مثل ما تفضل أستاذ رفيق، عمر الصال بأكس أون بروفانس على عظمتها 200 سنة، بعلبك آثار عم نحكي 5000 6000 9000 سنة، عم نحكي 7000 سنة قبل الميلاد. فعلاً هي من العجائب اللي كانت مطروحة أنه تكون هي العجائب الإضافية على العجائب السبعة، وأنه الواقع الأمني لا شك أنه هو سبب رئيسي لتدني عدد السواح، ولكن الواقع الأمني اللي حقيقة هلأ نحن عايشينه عم بيشكل عامل إيجابي، واستطراضياً عم نشوف نحن تحسن بعدد السواح. إذا حكينا بالأرقام ناخد شيء عيني صار من أسبوع على عيد الفطر السعيد ينعاد عليكم، زار المدينة جمعة سبت أحد بثلاث أيام العيد ما يقارب النص مليون زائر. مرجة رأس العين، دراج القلعة، الأسواق كانت مليانة من السواح. كان الواقع ما طلع بالإعلام سواح ولا لبنانيين، لبنانيين يعني لبنانيين عم بيزوروا، في لبنانيين، في عرب، في أجانب، والأهم أنه خلال هالثلاث أيام ما كان في أي إعلام أو حادثة شكلت أي أثر سلبي لهي الهجمة والانفتاح اللي عم بصير على المدينة. نحن بنتمنى المهرجانات أنه تكون هي، مشان هيك برجع بقول أنه هي إطلاق وصوت إيجابي ومعنوي للمدينة، يدب الصوت للبعيد أنه تفضلوا شرفوا زوروا المدينة وزوروا مرافقها السياحية وزوروا قلعتها ومهرجانات. بالختام بدي بلش مع الست نايلة، شو بتقولي للمشاهدين اللي هلأ عم بيحضرونا؟ بركي بنعطيهم أنه في تسهيلات معينة إلى علاقة بالتنقل، يعني فيهم يطلعوا أكيد بالبيوس، أكيد أنه بيقدروا يطلعوا بالبيوس بعشرة دولار روحة راجعة، وبفتكر سعر البطاقات منا عالية يعني درسناها بطريقة كتير يعني انتبهنا على أسعار. وبحب كمان ذكر أنه كنت عم بحكي من يومين مع شخص عنده مهمة عالية بالجيش، وقالنا أنه مش بس طريق شطورة، رح يكون في جيش منتشر على طريق فريا بعلبك وعلى طريق الأرز بعلبك، يعني على كل الطرقات المؤدية إلى بعلبك رح بيكون في انتشار أمني لضمان أمن وسلامة يعني الناس. تقريبا مثل ما بيعملوا كل سنة يعني، مش أنه وكل المهرجانات، بس مصرين أنه يساعدوا بإنجاح هذا. أستاذ رفيق علي أحمد، بعد 5 أيام رح تكون واقف هون عم بتأدي دورك بإلك يا بعلبك، قبل ب5 أيام شو بتقول؟ بدي أقول أنه أنا كان إلي هيك حظ أني وقفت على معبد باخوس كممثل مع كاراكلا، وقفت على معبد جوبيتر، يعني هيدي الميزة أنه أنا إلي حظ أكتر من غيري أنه وقفت بالمحلين. مرة تانية كنت أنا والكبير وديع الصافي مع شولة فهد العبد الله. بعدين بدي أختصر كلمة، انه يمكن هلا الناس بكل هذا الكلام عم نقول انه الامن والسلام والامن والسلام، على كل حال يعني انه يمكن يفكروا العالم شوي انه عم ندعوهم الى هنا. انا بس بدي اقول انه يمكن انه رح يكون خسران اي انسان
لبناني بمناسبة مثل هالمناسبة، لأنه بعلبك تختلف عن أي مكان بالمنطقة، بدي أقول ما بدي أقول بالعالم، وزيارتها لبعلبك رح تنحفظ ذكرى بذاكرته وما بتتكرر كل يوم. أستاذ نبيل، سنة ونص مع نيلا دوفريج إيد بإيد عم نشتغل سوا، وحطينا إيد بإيد كوكبة من المبدعين والفنانين كلنا سوا. إذن إيد بإيد إليك يا بعلبك ب 31، ب 30 للبعلبكيين. تفضلوا. أستاذ هارون فازليان، تعرف أنه وقت اللي المشاهد قاعد هون الحساس غير، وآخر شيء الحساس اللي هلا اللي بيضل معك، رح تنسى، الناس رح ينسوا أي سيلولار عندك، بعد سنة بتنسى، هذا مش مهم، بس الذكريات بيضلوا. ونحن أهم شيء بالحياة يكون عنا هالذكريات الحلوين، هالإكسبرينس اللي فيك تاخدها اللي عم بتشوفها. وأنا بقول أنه هاي الحساس كل اللبنانيين والناس بدهم يحضروا، مش رح يشوفوا شيء هيك. أستاذ صلاح الحيدر، مسك الختام معك. لبعلبك الشاعر، لبعلبك الأصيل. أنا أول حظ لي إني أنا من بعلبك، وللناس بدل ما نقول لهم أمن وطرقات وجيش ودرشوا، أكبر دليل نحن قاعدين هلأ بالسهرة وصار نص الليل، وكلنا ستة وستة مكرر على اللغة اللبنانية، ومن أحلى ما يكون، ورايحين نكمل السهرة، مش ما خلصت سهرتنا. أنت من أي ستة طلاب؟ ما خلصت سهرتنا هون، هذا أكبر دليل. مزبوط. سهرنا بالليل لآخر الليل ببعلبك، ما خلص الليل رايحين نكمل. نعم. في نزيد كلمة بس، بفتكر إنه الجو الإيجابي بقلب اللجنة، لأنه نحن كتير التعاون كتير قوي بقلب اللجنة، وهيدا كتير مهم، التعاون مع البلدية، مع أهل بعلبك، مع الإعلام، لأنه الإعلام كتير مهم بهيك ظروف، إنه بدنا مساعدة الإعلام، من دون الإعلام ما فينا نروج هالمهرجان. أنا بدي أشكركم ست نايلة دوفريج، أستاذ رفيق علي أحمد، أستاذ نبيل الأذن، دكتور حمد حسن رئيس البلدية، أستاذ هارود فازليان، أستاذ طلال حيدر، شكرا لوجودكم معنا. بدي أشكر كل المشاهدين يلي تابعونا، وبدي أشكر كمان أهل بعلبك كلهم يلي غمرونا بمحبتهم وقت وصلنا على القلعة، وبدي أشكر الجيش اللبناني يلي كمان حريص على أمننا وعلى أمن كل اللبنانيين. أردت هذه الحلقة، حلقة العودة بموسم جديد، أن تكون من مدينة الشمس بعيدا عن السياسة وقريبة من الفن والثقافة والجمال، لأنه هذا المهرجان وهذه المدينة تختصر التحدي لكي نقول أنه البلد بعده منيح ولبنان بعده منيح ومهرجاناته بعدها بألف خير وبعده الأمل موجود. مشان هيك كانت هالحلقة من قلب العيد بعلبك. نسيت تشكر حدا. مين؟ القلعة. أكيد. شكرا لكم، وإلى اللقاء الأحد المقبل.